إذن موضوعنا لهذا اليوم هو اجتياح المجتمعات العربية وعلى وجه الخصوص العراق. موضوعنا راح يكون عن المسلسلات التركية وأثيرها على المجتمع العربي وخصيصا مثل ما ذكرت العراق. المسلسلات بدايتها بيا سنة وكيف أثرت بالشباب والبنات وكيف كانت السلبيات والإيجابيات على الدراما التركية وعلى المجتمعات العربية وعلى العراق بصورة عامة. كل هاي التفاصيل راح نذكرها أني وزميلي حسين ونتناولها ونحكي بالسلبيات والإيجابيات بهذه الحلقة. وبداية المسلسلات التركية نحب نذكر مشاهدين الحبة كانت سنة 2007، مجموعة قنوات MBC بدأت بعرض أول مسلسل عربي اللي هو كان مسلسل إكليل الورد، بعدها مسلسل سنوات الضياع ومسلسل نور. وكو تقرير عربي عدت مجموعة قنوات MBC حول هذا المسلسل بأنه 85 مليون عربي قام بمشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل نور. احنا كنا ندري بأن المسلسلات التركية غزت العالم العربي وصار تأثيرها واضح على المجتمع العربي والعراقي خصوصا. أكثر الشباب مثل ما ذكرتي تأثروا بتفاصيل المسلسلات التركية والأبطال اللي كانوا موجودين بهذه المسلسلات. خلينا نرجع عنك بالزمن شوية حسين ونعوف فترة 2007 يلي بهذه الفترة كنا نعرف ظهور أول مسلسل ومسلسل إكليل الورد، وكانت هذه المسلسلات اجتاحت المجتمعات العربية وخصيصا العراق وصار تأثر الشباب والبنات بشكل أو بهوس جدا كبيرة بالستايلات بالتقليد الشخصية. صار حتى البنات يتمنون شخصية كذا بطل بهذه المسلسلات. لو رجعنا لفترة التسعينات بهذه الفترة اللي غزت ودخلت المسلسلات المكسيكية بالمجتمعات العربية وخصيصا بالعراق وتأثروا بها، لكن مو ذاك التأثر مثل ما هسه هذه المجتمعات تتأثر بالمسلسلات التركية. أكيد هاي الأمور كلها لها أسباب عديدة اللي جعلت شبابنا بالعراق يتأثرون بها. نذكر مرة ثانية انه منها الستايلات الشخصية العاطفة اللي كانت جدا مبالغة بها بالمسلسلات التركية. الفرق بين المسلسلات المكسيكية والتركية، طبعا المشاهدين الأحبة بالزمن التسعينات مثل ما ذكرت حسناء ظهرت المسلسلات المكسيكية أخذت على نطاق واسع الانتشار، لكن مو مثل المسلسلات التركية. والسبب يعود لأن المسلسلات المكسيكية في ذلك الوقت تم ترجمتها ودبلجتها باللغة الفصحى أو اللهجة الفصحى، لكن المسلسلات السورية تم دبلجتها باللهجة السورية، ومثل ما ندري بأن هاي اللهجة هي محببة للشعب العربي. وبالتالي أسماء الشخصيات في الزمن السابق للمسلسلات المكسيكية كانت على أسمائهم الحقيقية في المسلسلات، أما المسلسلات التركية تم تغيير الأسماء إلى أسماء موجودة في الواقع العربي.